صباح حضراتكم، على حضراتكم صباح الخير وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي ومنتصف الاسبوع، وكان نفسنا اكيد النهارده نيجي ونطل على حضراتكم ونقول صباح النصر لان احنا كنا نستحق ذلك، جماهير الاهلي كانت تستحق ذلك سواء اللي سافرت سواء اللي هنا سواء اللي دعت للاهلي، لكن هذه هي كره القدم. في كلام كتير يتقال، في كلام كتير جدا يتقال هنتكلم فيه على مدار الحلقه، لكن في البدايه بنصبح اكيد على حضراتكم. صباح الخير يا كريم. صباح الفل عليك يا هواندي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، ويوم جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما بتقول نهواند، كان نفسنا نستهلها بان احنا نتكلم على الانتصار اللي احنا حققناه، ولكن قدر الله وما شاء فعل. المباراه كانت عصيبه جدا، وطبعا اكيد عندنا مليون حاجه نتكلم عليها بما فيها اداء اللعيبه. بالمناسبه، عشان بس في ناس ساعات بتقول ايه، ان في حاله التعادل او الخساره الناس بتطلع توجد مبررات، لا احنا هنتكلم بالورقه وبالقلم، وقبل الورقه والقلم هنتكلم بالمنطق. وعلى مدار حلقتنا النهارده اكيد ما فيش شك في هذا الامر. الجزء الثاني من حلقتنا هيكون فيه فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا من خلالها كابتن حسين شكري نجم النادي الاهلي السابق، وتاني الفقرات هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وحوار حول يعني مضادات الاكسده ومبدئيا ايه هي الاكسده وبينتج عنها ايه وازاي نحارب هذا الامر. فاعتقد الفقره الاخيره هتكون فقره طبيا وصحيا مهمه، ارجوكم تابعوها معانا. طيب تيجي يا كريم بقى نبدا كده شويه ونتكلم، وهنبقى خفاف، هنحاول على قد ما نقدر اكيد، لكن في حاجات زي ما كريم قالها مش هنغفلها، في حاجات لازم هنركز عليها. في البدايه على كل حال لازم نقول قدر الله وما شاء فعل. امبارح كلنا كنا على اعصابنا، امبارح في ناس ما عرفتش تنام، انا من الناس دي على فكره، انا كل شويه كنت اصحى وانام. الموضوع ممكن البعض يقول لك ايه المبالغه دي، لا هي مش مبالغه ابدا، هي الفكره كلها ان انت تاهلت 15 مره لهذه البطوله وكسبت 10 خسرت 5، ما زلت انت الكبير، ولكن برضو عشان انت الكبير احنا كنا متوقعين ان احنا نقدر ان احنا نحقق النجمه ال 11 اللي كلنا كنا بناملها من ساعه لما حصلنا على النجمه 10، لان احنا كنا نقدر. لكن لو هتيجي تتكلم في كان عوامل خارجيه، البعض يقول لك العوامل الخارجيه دي لا تؤثر، لا معلش اسمح لي، العوامل الخارجيه دي بتؤثر بشكل كبير، بدليل ان احنا اتكلمنا في الموضوع ده اكتر من مره وعلى مدار الاسابيع اللي فاتت مش الايام اللي فاتت، لان احنا كنا عارفين ان الموضوع مش مظبوط، في حاجه مش تمام. وتاني الكلام ملوش علاقه ابدا بدوله المغرب خالص، انا بتكلم على الكاف، انا بتكلم عن هذه المؤسسه المسؤوله بشكل مباشر عن الماتشات، عن البطولات، عن هذه المباراة اللي توتالي كانت unfair في كل حاجة. أنا مش بتكلم عن unfair play بس، أنا بتكلم عن ظروف خارجية وغير وغيره وتنظيم. وامبارح شفنا مشاهد لا تليق، عمرنا ما عملناها مع حد عندنا، عمرنا. لما تيجي تتكلم عن سيارات يا كريم مجلس الإدارة وهي داخلة يقول لك اركن بره وادخل امشي، ده كلام؟ هو ده ينفع؟ معقولة يا جماعة؟ إيه اللي بيحصل؟ وبعدين الليزر اللي احنا شفناه في عين الشناوي ده حاجه مش طبيعيه، ده احنا كنا بنقول يا جماعه يعني معقوله كده؟ طب فين التنظيم؟ طب فين التامين؟ طب فين الكلام اللي الكاف مسؤول عنه؟ التاني انا بتكلم عن الكاف ليه؟ لان هو المسؤول قدامي. فحاجه كانت امبارح صعبه جدا. طيب تعال نخش على الفريق، الفريق امبارح كلامك صح، احنا كناش في افضل حالتنا، خلينا نبقى صراحه، ولكن الفريق بيمر بحاجات صعبه جدا. الفريق ده على فكره جاب لي بطولات كتيره جدا، الفريق ده كان بينتصر في وقت كان عصيب جدا، الفريق ده كان بيفرحني في وقت ما كانش فيه فرق تانية بتفرح حد، لكن في حاجه حصلت واكتر من حاجه كمان هي اللي بتاثر بهذا الشكل. صح ولا انا بتكلم ازاي؟ انا دمي محروق والله العظيم. والله يا هواندي ساعات الكلام بيفقد معناه لما يكون المنطق للدرجه دي غايب، وما يكون سوء النيه والتربص للدرجه دي حاضرين، لما يكون بنضيع في وقت وفي مجهود باننا بنتكلم في امور ما ينفعش نكون بنتكلم عنها وما يصحش نكون بنتكلم عنها. لما نتكلم على ان الكيان اللي المفروض ان هو يكون كيان محايد اللي هو كاف، هو نفسه ذات الكيان اللي بيتفنن في ايجاد العراقيل اللي تعطل مسيره النادي الاهلي، وكانهم مستكترين على النادي الاهلي البطوله. النادي الاهلي طول عمره بيرحب باي منافس، المنافسه عمرها ما كانت يعني حاجه بعيده عن تفاصيل تركيبه وعناصر النادي الاهلي، لعيبه وجماهير. لكن اللي بيحصل وفي الفتره الاخيره ومتكرر بشكل فج جدا وبشكل يعني يثير الاستياء ويثير الاندهاش ويثير الغضب ويثير كل حاجه مؤسفه ما كناش نتمنى نبقى بنتكلم عنها. تاني الكيان اللي المفروض ان هو يكون محايد، المفروض ان ده المرجعيه اللي بترجع اليها وتقول اليها الامور، هي نفس المرجعيه اللي خربت الامور. يعني ما اعرفش، انا شخصيا مش قادر احدد يعني ده في مصلحه مين. اللي من حضراتكم عنده فكر في هذا الاطار يا ريت يمدنا بيه يقول لنا الكلام ده في مصلحه مين.
فشيء عجيب جدا الحقيقه. يعني مش عايزه كريم انا وانت بقى نقعد نوجع قلبنا، والناس كلها اصلا قلبها موجوعه على حاجات كتيره جدا ومشاهد كتيره جدا سخيفه حصلت، وهقول لقب او مصطلح سخيفه، مش هختار حاجه تانية اهدى، سخيفه. والجماهير امبارح والمكان المخصص لجماهير الاهلي اللي كانوا عايزين ياخدوه منك هو في ايه يعني حاجه؟ يعني انا مش عارفه، انا على كل حال يعني احنا مش طالعين النهارده عشان نمتص غضب وزعل الجماهير، احنا اصلا من الجماهير، ما في الاول وفي الاخر احنا جماهير، احنا عايزين بس واحنا كده بنحلل نبقى عقلانيين شويه. لازم ندعم فريقنا في الحلو والمره. شفنا على فكره لعيبه ليفربول بعد ما خسروا، لو حضراتكم اطلعتوا على ده نهائي دوري ابطال اوروبا، جماهير لا استقبلتهم في المدينه بشكل كانهم راجعين لهم يعني او راجعين لهم بالبطوله. صحيح. ده حصل. صحيح. ده حصل وموجود. معلش اكيد كلنا عندنا زعل واكيد كلنا عندنا غضب، وده مشروع ومحدش بيقول ابدا ان ده مش مشروع، بقول لحضراتكم احنا نفسنا متضايقين، لكن ارجوكم رأفه بلاعيبه الاهلي، بعد اذنكم رأفه بلاعيبه الاهلي، لان احنا لسه عندنا حاجات كتيره جدا. لو من دلوقتي احنا بنصدر لهم ان يا جماعه ما فيش امل، ويا جماعه ايه اللي بتعملوه، ويا جماعه صدقوني ده مش هيعود باي نفع بعد كده على الفريق. احنا لسه عندنا الدوري، لسه عندنا ماتشات مهمه جدا، عندك ايسترن كومباني وعندك الزمالك. لو هتقول حتى ايسترن كومباني ما هياش المباراه يعني الاقوى، لا معلش، انت مش عايز ان انت غير انك تفوز في كل اللي جاي. فنزعل بس ارجوكوا زعلنا ده ما تخلوش يؤثر على اللعيبه بتاعتنا، احنا مش في حمل اي حاجه من هذا الشكل، لكن اكيد زعلانين. يعني على ذكر يعني هوند اللعيبه بتاعتنا مبدئيا كده، اكيد كل الشكر والتحيه للعيبه النادي الاهلي اللي بقالهم فتره طويله الحقيقه بيشتغلوا تحت ضغط كبير جدا وفي ظل يعني غياب شبه تام للمنطق، ولكن برضو عندنا كتير من التحفظات وكتير من الكلام حول اداء اللعيبه، حول اختيار اللعيبه، حول حاجات كتير في هذا الملف، لكن اكيد كل الشكر ليهم مبدئيا، كل الشكر لمجلس اداره النادي الاهلي، كل الشكر للكابتن محمود الخطيب، كل الشكر لجماهير النادي الاهلي العظيمه الوفيه اللي منهم قدر ان هو يسافر واللي ما قدرش كان بيشجع من كل قلبه في من مصر هنا او حتى من الدول العربيه اللي كتير جدا من المصريين عايشين ومقيمين فيها بشكل او بصفه دائمه. كل الشكر ليهم على هذا الامر، و بنتطلع للأفضل الفترة الجاية إن شاء الله. وكمان من ضمن الحاجات اللي أكيد بنأمل فيها وبنتطلع إليها إن كل اللي إحنا بنتكلم فيه بقالنا قولوا شهور تقريبا يختفي الفترة الجاية، ويبقى اللي موجود يعني أي تفصيلة موجودة على الساحة تكون ماشية في إطار المنطق والعدالة وتكافؤ الفرص فقط لا غير. إحنا كأهلاوية مش بنطالب بأكتر. والتعلم يا كريم من الأخطاء، خلينا برضو نبقى يعني بنتكلم بطريقة فير. امبارح كان فيه إهدار للفرص، كان في اهدار الفرص بصراحه، بيرس تاو عندك ضيع، محمد شريف عندك ضيع، في حاجات حصلت فنيا غلط يعني هنتكلم في كل ده. وبالمناسبه هو ده اللي موسيماني قاله، ده مش كلامي. يعني لو هنروح بحضراتكم دلوقتي تحديدا لكلام موسيماني خلال المؤتمر الصحفي اللي كان طبعا بعد المباراه، هو قال تحديدا يعني ان الفريق الافضل هو من خسر، فعندما تلعب في ارض محايده وجمهور متساوي بين الفريقين عندها تتحدث عن الفوز والخساره، وكلام منطقي بصراحه. اعتقد ان كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعاده. واضاف البعض يسالني عن التشكيل والخطه لاني خسرت، لكنني أفكرهم هم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف أن السولية مصاب ولهذا لم ندفع به. وأكمل هو أكمل يعني كرة القدم البداية تعتمد في البداية يعني تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرس تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف، ونفس الكلام إحنا بنقول. يعني الراجل ما طلعش قال لك على فكرة إحنا الفار كان ضدنا، إحنا مش عارفة، الراجل قال لك أنا لما بغلط بقول أنا ضيعت فرصتين العالم كله شافها. فتحدث موسيماني بمنتهى الشفافية كالعادة، وأكد كمان أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني، كان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت. فالحكم نفسه، بص بقى المهم اللي جاي ده، قام باستبدال ساعته في 3 دقائق، والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو كمان يعني أكتر من 3 دقائق، ده بالإضافة للناس اللي هم أو الشباب اللي كانوا بيشتغلوا في الملعب اللي أضاعوا برضو وقت كبير جدا أثناء إعادة الكرة. وده حدث ان الاهلي بيخوض المباراه على ملعب المنافس، يعني بمعنى اصح ده المتوقع. انت شفت بقى، وفكره كمان اهدار الوقت دي نقطه مهمه جدا الموسيماني قالها هنعلق عليها، لكن خليني اروح لبقيه الحديث بتاعه. هو اختتم موسيماني تصريحاته بتهنئه الوداد يعني ومدربه بالفوز في المباراه. وليد الركراكي مدرب برضو يعني تقيل، مش هنقدر نقول ان مدرب الوداد وليد الركراكي مش تقيل، لا مدرب تقيل، تصريحاته كانت ذكيه جدا قبل وبعد المباراة، ولكن
دي ملابسات حصلت. ونقطه اهدار الوقت يا كريم احنا شفناها امبارح، كنا قاعدين ها قوم بقى، عارف لو تبقى قاعد لحد ها وبعدين، يعني مش كده، لا مش كده، تضييع وقت كان سخيف. عارف لما انت تبقى في عرض كل دقيقه والخصم عارف ده وفي نفس الوقت هو بيتعمد، فمش مشهد اللي احنا كنا متوقعينه برضه عشان الواحد يبقى اونست، صح ولا ايه؟ عارفه عارفه ان هو ده على صعيد اضاعه الوقت النقطه اللي انت بتتكلمي عنها، ومن منطلق ان شر الباليه ما يضحك، امبارح كان في اكتر من لقطه الحقيقه في وسط سخافه المشاعر اللي كلنا كنا حاسين بيها وقت متابعتنا للماتش، لكن في اكتر من لقطه كانت تتوصف بان هي لقطات كوميديه، يعني حتى اللي بيجي يضيع وقت نهواد بيعمل الحد الادنى من المجهود انا اسف عشان يحسسك انه فعلا مصاب، لكن ده كان فيه يعني حارس المرمى في اكتر من لقطه منهم لقطه عمل لوحده ومع نفسه وبما لا يستدعي شقلباص في الهواء ووقع بموجبه على الارض عنده فيها دقيقتين ثلاثه. لا انت شفت حسوني تقريبا كان حسوني هو اللي بيلعب لما وقع على الارض وبعدين الكاميرا بص بص على الحكم ووقع موت، دي كانت صريخ ضحك. لا 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 غير عادي يا جماعه اللي كان بيحصل. انا بقول لك شر الباليه ما يضحك فعلا، الحد الادنى من المجهود اللي كان لازم يتعمل لاقناع الحضور والمتابعين عبر الشاشات ان فعلا في حاجه تستدعي الوقوع وبالتالي اضاعه الوقت، فشيء عجيب جدا الحقيقه، يعني لا تعليق على هذا الامر. عايزين بقى نروح مع حضراتكم لنقطه جديده، عايزين ناكد كمان ان يعني مجلس الاداره لم يدعو لاي اجتماعات طارئه لمناقشه اي امور فنيه او اداريه تخص الفريق الاول لكره القدم، وكل ما تردد في هذا الشان هو كلام عاري تماما من الصحه. احنا خسرنا مباراه وخسرنا بطوله، لكن ده مش معناه ان احنا بنتراجع، بطبيعه الحال الرياضه كالعاده هي مكسب وخساره، وتاريخ النادي الاهلي كبير جدا طبعا، كل الدعم للفريق وللجهاز الفني، ومفيش الكلام اللي البعض حاول يروج له ان الاهلي يعني ايه في حاله من عدم الاستقرار، لا الاهلي مستقر وان شاء الله هنركز في الدوري لان احنا لسه عندنا معتركات كثيره الفتره الجايه ان شاء الله. بص يا كريم، بمناسبه الحديث عن مجلس الاداره بصراحه الحق يقال، لان لما بتلاقي حاجه كويسه لازم تتكلم عنها وتركز عليها. مجلس الاداره عمل اللي عليه وزياده بصراحة، الإدارة طبعا عندنا في طبعا الأهلي عملت اللي عليها وزيادة، مفيش حاجة تانية تتعمل، دعم معنوي، دعم مادي، دعم سميه زي ما تسميه، دعم جماهيري، كل حاجة كانت بتحاول الإدارة إن هي تحققها وأي صعاب تذللها، ولكن في الأول وفي الآخر طب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن لازم على الأرض أو على الملعب ألاقي بقى النتاج لده. الناحية الفنية كان في مشاكل، من الناحية الإدارية كانت أكثر من رائعة، عشان بس الواحد برضو يدي كل حد حقه، فسوء توفيق بقى سميه، يعني معرفش، البعض بيقول لك سوء إدارة للماتش، البعض بيقول لك اللعيبة ما جاتش، البعض يعني امبارح الآراء اختلفت بشكل كبير جدا، كل واحد كان ليه وجهة نظر، بس في النهاية احنا خسرنا هذه البطولة اللي احنا كنا الأقرب ليها، يعني في الأول وفي الآخر أنت كنت الأقرب ليها، ولكن هرجع أكرر الجملة اللي أنا بدأت بيها تاني، أنت ملك أفريقيا، اديني حد وصل 15 مرة، خسر 5 بامبارح طبعا لو هنعدها وفاز ب 10، فعلى كل حال قدر الله ما شاء فعل. خلينا نختم هذه الصفحة بس في الإنترو، هنرجع لها طبعا في الفقرة الحوارية، بس قدر الله ما شاء فعل، و نأمل اللي جاي إن شاء الله بقى محليا والدوري يغير تماما هذا الأسلوب ويغير النفسية كمان سواء لينا أو طبعا للفريق. خلينا ناخد على التليفون الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي، لأن برضو محتاجين نفهم شوية نقاط. أستاذ حسام صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا إن شاء الله. يعني هارد لك، كان نفسنا ان هنا النهاردة نيجي ونقول صباح النصر، أكيد كلنا كأهلوية في أي مكان في العالم. اولا هل حضرتك كنت متوقع استاذ حسام يعني اللعب بهذا الشكل او المباراه ان هي سير المباراه بمعنى اصح بهذا الشكل؟ تاني حاجه بتشوف يعني برضو احنا ايه اخطائنا، ايه اخطائنا بالظبط على الملعب؟ اتفضل. طبعا هارد لك للاهلي، وهي دي كره القدم على فكره، ومش معنى ان انا خسرت مباراه انا خسرت كل شيء. انا يعني انا شايف ان الاهلي هو صاحب عرش افريقيا، 10 بطولات دي ما حققهاش، ده رقم قياسي ما فيش اي نادي حققه. يعني النهارده احنا لو شايفين ان الولاد لو كسب هي ثالث مره، فطبعا في فرق مع احترامي الكبير، دي كره القدم وما نستغربش منها. احنا شفنا محمد صلاح ورفاق وكانوا ماسكين كوره قدام الريال، ورغم ذلك في خطف الجون البطوله راحت، وده وارد. بعد كده ان موسيماني هو عامل اللي عليه بالفكر اللي هو شايفه، وان كان طبعا احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي ان عندنا مثلا السوليه كان مصاب، عندنا مثلا من وجهه نظر هو ما اشرفش قفشه وشريف مين الاول، ده طبعا ده وجهه نظر المدير الفني هو اللي شايف افضل وهو اللي هيحاسب، واكيد شيء طبيعي ان مجلس الاداره وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب ان كل ده هيدرس ونشوف عشان ما يحصلش
في الفتره اللي جايه، ولكن احنا مش عايزين ندي الامور اكبر من حجمها. احنا خسرنا مباراه مش اكتر، ان اكيد ان احنا اللي جاي هيبقى بشكل جيد افضل، وبعد كده احنا شايفين من قبل المباراه ما تبتدي يمكن باسبوع او اكتر ان احنا كان في جدال ما بين مجلس اداره الاهلي والكاف عشان نختار مكان المباراه، وده طبعا اثر نفسيا. احنا كمان شفنا امبارح بصراحه حاجات هزليه اكتر حتى من بدايه دخول بعثتنا. يعني انا شايف لو حضرتك شفت اللقطه بتاع الكابتن حسام غالي وهو حتى بيحاول يخش، قلنا يعني الكلام ده كده. يعني انا بصراحه دي كارثه، انا مش عارف ازاي. يعني يا جماعه احنا ضيوف، وبعد كده ده احنا ثالث عالم، نادي القرن، شيء الناس مستويات عاليه جدا، ما ينفعش ان احنا نتعامل بده. شيء طبيعي ان ده هيبقى ليه بعض التأثيرات، ولكن طبعا مش هيبقى هي نهاية العالم. يعني أنا عايز أسأل سؤال يا أستاذ حسام، معلش يعني جاوبوني يا جماعة، أي حد يجاوبني. أنت بتكلمني دلوقتي في إدارة وتنسيق، والناس طلعت ترد على هذه اللقطة، البعض منهم قال لك إيه؟ قال لك عشان التنظيم وأنتوا عايزين التنظيم. هو التنظيم على ده وملوش علاقة بالشماريخ اللي حضرتك والتأمين فين اللي دخلت والليزر اللي في عين الحارس بتاعنا؟ هو في إيه بقى؟ هنهزر؟ بالظبط، دي بصراحه هم يحاسبوا عليها بصراحه، لان المفروض ان الكاف يحاسب على هذا، لان طبعا ليه تاثير سلبي، خاصه ان احنا كمان بنلعب على ارض غير محايده تماما، وده انا ما شفتوش بصراحه. والاهلي بيطالب من زمان بفتره طويله وكافيه ان احنا نقدر نختار ملعب محايد، ولكن للاسف انا ما اعرفش ليه التعنت. احنا كلنا على فكره حتى غير الاهلاويه مستغربين من حق الاهلي. بالظبط، وكان يعني كان متوقع ان الاهلي هيقابل الوداد، فماذا لو كان في على فكره كتير من الدول مرحبة ان هي تستقبل المباراة على ارضها، ولكن برضو انا بصراحة من الناس المستغرب جدا على التعنت ده، ولكن هارد لك للنادي الاهلي. خلينا يا استاذ حسام، خلينا بعد اذن حضرتك نقف ولو للحظات عند التفصيلة دي. الكاف تمام، اعتقد ان اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، واحنا بقالنا فترة مش قليلة كل يوم والتاني بنتكلم على تفصيلة أبعد ما يمكن عن العدالة وأبعد ما يمكن عن المنطق جايلنا أو جاي علينا بعبارة أدق من قبل الكاف. النادي الأهلي كالعادة مجلس الإدارة طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب وكل من ينتمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، الحقيقة ودي مش المرة الأولى وشكلها مش هتبقى الأخيرة كمان يا أستاذ حسام، إن هم بيحاولوا باستماتة إن هم يدافعوا عن حقوق النادي الأهلي، عن حقوق لعيبة النادي الأهلي وجماهيره، عن إرساء مبادئ المفروض ان هي تكون موجوده من الاول زي تكافؤ الفرص وزي العداله الى اخره. فاضل ايه تاني نعمله وما عملناهوش؟ يعني مش ناقص غير ان احنا نروح نعمل المحضر يعني في اسم العمرانيه ولا نعمل ايه؟ الاهلي طول عمره من المؤسسات العريقه اللي بتتبع الخطوات القانونيه وتبع اللوائح بشكل صارم جدا. حلو. وهي بتنفذه بكل دقه. تمام. وده اللي حصل، وبصراحه انا حاسس ان مجلس الاداره اجهد من كتر الكلام. صحيح. مع المسؤولين في الكاف بصراحه احنا اجهدنا كمان. صحيح. طب الحل ايه بقى عشان كلنا فرهدنا كده زي ما حضرتك بتقول؟ بصراحه انا مستغرب يا جماعه، هو في ايه؟ هو المطلوب ان الاهلي يحصل كده يا جماعه؟ ده بيمثل افريقيا، بيمثلكم انتوا كمان. انا لما اكون عندي فريق قوي المفروض ان كلنا نقف جنب، ما بقاش مثلا انا مستني او بسعى ان يسقط تحت اي ظرف، ولكن الاهلي طول عمره يفضل هو الاهلي، وان شاء الله النجمه ال 11 هتتحقق المره الجايه باذن الله، ومبارك له ومبارك مجلس الاداره وكل جماهير النادي الاهلي العريق على مستوى العالم. نامل ذلك كلنا اكيد. استاذ حسام اشكرك جدا على هذه المداخله. انا شايفه كلام كفايه هنا، يعني خلينا نروح بعد كده للفقره الحواريه ونتكلم براحتنا، لان انا والله انا تعبت والله لازم انا فعلا متضايقه. خلينا نروح للجنه ذوي الهمم بالنادي الاهلي، وكانت بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه اللي نظموا ورشه للعلاج بالفن. حاجه البعض ممكن يقول لك يعني ايه عشان اعالج بالفن؟ خلينا نشوف. احنا بنقدم من ضمن الحاجات اللي هي الارت ثيرابي ورك شوب، دي مش بتكون ورشه ليوم واحد، لا دي بتكون لشهر تقريبا، هتتعمل في كافه يعني الثلاث فروع بتوع النادي الاهلي. كل ورشه بتبقى فيها عدد 10 مشاركين، الاولاد فيها بيتعلموا التكنيكس جديده في طرق الرسم والتلوين، بحيث انهم بيستخدموا الفينجر بينت والكولاج.
فكره الورشه ان الولاد بيعبروا فيهم عن مشاعرهم بس بطريقه مختلفه عن ان احنا نخليهم يتكلموا، فبيعبروا بالرسم وانا بساعد اولياء الامور بقى انهم يفهموا واحلل لهم الرسم بتاع اولادهم ده بحيث انهم يقدروا يشوفوا التالنت بتاع اولادهم مثلا ممكن يزودوه ازاي، وفي نفس الوقت يطلعوا يبقى عندهم حريه التعبير بطريقه مختلفه جديده عن الكلام. بداية للتعارف على مهارات الحالات كلها، نشوف ايه اللي ناويين يقدموه في او ايه الانشطه اللي داخليه اللي جواهم عايزين يطلعوها. فبس فاحنا بنشوف بقى، انا دلوقتي هقعد معاهم في برضه في الموسيقى اشوف الدنيا ايه، برضه في ورشه الرسم برضه انا برضه فيها برضه، نطلع منهم ايه الحاجات اللي الكامنه جواهم يطلعوها ازاي ونوظفها لهم بقى بشكل توجيهي يعني. بس طبعا في منهم بيطلع منهم فنانين كبار وفي منهم بيطلع منهم ناس حلوين جدا جدا في الفنون، بس كل ده ايه بمجرد احنا هنبقى ايه عمليه اداه لتوصيلهم نطلع منهم الحاجه الحلوه اللي جواهم تطلع ازاي للناس. طبعا النهارده الورشه دي العلاج بالفن، دي اول خطوات من الخطط اللي احنا حاطينها لذوي الهمم. النهارده جايين هيرسموه هيلونوه، كل حاجه تخص الفن هيعملوها. الخطط اللي بعد كده احنا عاملين سكادول كبير ليهم، المفروض هيبقى في كتابه ورشه لكتابه السيناريو، حاجات يدويه هنمشيها يعني ستيب باي ستيب معاهم. النهارده البدايه وهنشوف ان شاء الله هنوصل معاهم لفين. تعالوا بقى نتكلم مع حضراتكم عن تداعيات اللي حصل مؤخرا في نهائي ابطال اوروبا. طبعا امبارح اعلن الاتحاد الاوروبي لكره القدم انه ابتدى في اعداد تقرير مستقل حول الاحداث المؤسفه المحيطه بنهائي دوري ابطال اوروبا طبعا بين ريال مدريد وليفربول الانجليزي يوم السبت اللي فات في باريس. اوضح بان طبعا بيان الويفا او الويفا انه المراجعه الشامله ستدرس عمليه صنع القرار ومسؤوليه وسلوك كافه العناصر المشاركه في مباراة النهائي، وأنه سيتم جمع الأدلة من الأطراف المعنية، وسيتم أيضا الإعلان عن نتيجة هذا التقرير المستقل بمجرد الانتهاء منه لحين الحصول على النتيجة. سيقوم ويفا بتقييم الخطوات التالية. اللي حصل أن شرطة باريس كانت اعتقلت حوالي 68 شخص في العاصمة الفرنسية باريس وسط فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأكدت كمان أنه عدد كبير من المشجعين اللي ما كانش معاهم تذاكر رسمية وحقيقية لحضور المباراة حصلوا على تذاكر مزورة وعرقلوا الوصول إلى استاد طبعا دي فرانس اللي اتلعبت فيه هذه المباراة. وأضافت أن ضغط هؤلاء المشجعين لدخول الملعب أدى إلى تأخر انطلاق أحداث هذه المباراة لما يقرب من حوالي 40 دقيقة، وطبعا ده كان برضو من الأحداث المؤسفة اللي العالم كله شاهدها في الفترة الأخيرة. حاجة غريبة قوي أن تشوف مشاهد زي دي كمان في يعني في نهائي أبطال أوروبا. طبعا. غير معتادة شوية أن فكرة الشغب موجود، وفكرة هنا يعني في ناس بتبقى جماهير عندها شوية هذه الروح، ولكن فكرة أن أنت تروح من غير أصلا تذكرة دي اللي غريبة، يعني أن هناك ما فيش الكلام ده خالص، يعني مش هتدخل، ما فيش يعني مش أوبشن. فكون أن أنت بتصر أو عندك أمل أنك تدخل وأنت معاك تذاكر سواء مزورة أو معاكش تذاكر دي في الحلم، فيعني كانت حاجه غريبه قوي الصراحه. هو اتقبض عليه طبيعي دفعوا الثمن غالي اهو. يا اهلا بيكم معوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي، وتعالوا بقى عشان نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وفروعه المختلفه مع زميلتنا سالة حامد، هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك.
صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواند وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم بالفعل انا حاليا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وطبعا الانشطه الاجتماعيه اللي موجوده في جميع فروع النادي الاهلي سواء مقر النادي الاهلي بالجزيره او فرع الشيخ زايد ومدينه النصر. يمكن كمان خلينا شويه نتكلم عن الانشطه الاجتماعيه وانشطه اللجان في جميع فروع النادي الاهلي. يمكن اعلنت لجنه المراه يعني من ايام اعلنت عن تنظيم ندوه تحت عنوان تغذيه سليمه حياه افضل. يمكن الندوه دي ان شاء الله هتتنظم يوم الجمعه القادمه تحت اشراف اللجنه العليا للجان وبالتعاون مع الاداره التنفيذيه. لجنه المراه او عضوة لجنه المراه فكروا ان هم ينظموا ندوه يعني تفيد اعضاء النادي الاهلي بالاخص يعني كل المعلومات والمواضيع اللي تتعلق بالتغذيه. يمكن قرروا ان هم ينظموا الندوه دي يوم الجمعه القادمه في تمام الساعه 7 مساء امام يعني الشاشه الرئيسيه. يمكن ده بقول لكل عضوة النادي الاهلي عشان يحضروا الندوه يوم الجمعه القادمه. وكمان ان شاء الله الندوه دي هيكون موجود فيها دكتوره رضوى نبيل يعني اخصائي تغذيه علاجيه، وهتكون متواجده عشان ترد على كل اسئله عضوات واعضاء النادي الاهلي اللي متعلقه بالتغذيه، وكمان تديهم وتنصحهم يعني بمعلومات متعلقه بالتغذيه عشان تفيدهم طبعا ويحافظوا على صحتهم. فبقول تاني يعني او بنوه لاعضاء النادي الاهلي انه ان شاء الله الندوه دي هتقام يوم الخميس في فرع الشيخ زايد الساعه 7 امام الشاشه الرئيسيه. ده بالنسبه لانشطه اللجان. كمان خليني اروح واتكلم شويه عن جميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. ويمكن بالنسبه لكل الفرق يعني الموسم انتهى خلاص بالنسبه لجميع الفرق ما عدا فريق واحد وهو فريق السيدات للكره الطايره او فتيات الذهب الحاليه متواجدين في تونس عشان يعني يخوضوا جميع مبارياتهم في بطوله افريقيا للكره الطايره سيدات. يعني امبارح يمكن شفنا يعني مباراه قويه جمعت ما بين النادي الاهلي وكارتاج التونسي، وقدروا فيها فتيات الذهب ان هم يفوزوا على كارتاج التونسي بثلاث اشواط مقابل لا شيء. يمكن يعني نتيجه اول شوط كانت 25-22، ثاني شوط 25-21، وثالث شوط 28-26. يمكن بعد طبعا يعني كل تعليمات وتوجيهات كابتن حمدي الصافي المدير الفني لفريق الطايره سيدات بعد تعليماته يعني، وكمان كل الامور اللي اتكلم فيها مع سيدات الطايره في محاضره الفيديو اللي قبل المباراه، يمكن اتكلم عن كل نقاط الضعف والقوه الموجوده عند كارتاج التونسي حامل لقب بطوله افريقيا الموسم الماضي. قدروا يعني سيدات الطايره في المباراه باداء قوي واداء متميز ان هم يفوزوا على كارتاج التونسي حامل اللقب بثلاث اشواط. يمكن النهارده ان شاء الله يعني خلاص يعني سيدات او فتيات الذهب تاهلوا بشكل رسمي للمباراه النهائيه، والنهارده هتكون المباراه النهائيه وهيواجهوا فيها نادي البنك التجاري الكيني. ويعني لو ان شاء الله النهارده فازوا سيدات الطايره كده يعني هيستعيدوا اللقب تاني، لقب افريقيا اللي غايب عن النادي الاهلي لسنين، فان شاء الله النهارده يفرحونا ويأدوا اداء قوي ومتميز ويفرحونا كالعاده في جميع البطولات بعد ما حصدوا بطوله كاس مصر والدوري العام لكره الطايره هذا الموسم. كمان خليني اتكلم عن كره السله، ويمكن يعني المدرب منتخب مصر ومنتخبنا الوطني لكره السله روي رانا اعلن عن يعني القائمه اللي ان شاء الله هتخوض تصفيات كاس العالم سنه 2022 لكره السله، واللي هتقام في شهر يوليو القادم في برج العرب بمدينه الاسكندريه. يمكن اعلن عن القائمه وشفنا يعني في القائمه ان هي بتضم 7 من لاعبي النادي الاهلي وهم يعني نجوم النادي الاهلي الكبار: عمر عزب، إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر، سيف سمير، وعمر طارق. ويمكن يعني شفنا في القائمة بتشهد يعني عودة مرة أخرى محمد أبو النصر بعد غياب طويل عن منتخبنا الوطني، ويمكن ده بسبب يعني أدائه القوي والمتميز خلال الفترة الماضية مع مستر جاستي بوش المدير الفني الإسباني لفريق النادي الأهلي. واكيد يعني جميع لاعبي النادي الاهلي بعد حصولهم كمان على 4 بطولات الموسم ده، البطوله العربيه وبطوله كاس مصر وبطوله الدوري المرتبط وبطوله السوبر المصري لكره السله اللي كان غايب عن النادي الاهلي لمده 8 سنين، وقدروا تاني ابطال النادي الاهلي ان هم يرجعوا البطوله تاني بعد الغياب ده كله. يمكن ده يا كريم وانا هواند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاك يا كريم ومعاك يا هواند لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كريم، تفضل. نشكرك زميلتنا العزيزه سالة حامد على هذه التغطية المتميزة كالعادة، شكرا لك. شكرا لك يا سالة. وخلينا دلوقتي نروح لجريدة البوابة نيوز ومراسلتنا العزيزة مريم سميح عشان نتابع معاها أهم الأخبار في الصحف والمواقع. يا مريم صباح الخير عليكي وسامعينك، اتفضلي.
صباح الخير عليك يا نهواند، بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل مقر البوابة نيوز. وأول عناويننا النهاردة من البوابة سبورت، محمد صلاح ينضم لمعسكر المنتخب في ميرانه الثاني. ينضم طبعا النجم محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونجم نادي ليفربول للميران الثاني، وينضم للمعسكر أيضا معسكر المنتخب المصري النهاردة، ده طبعا بعد وصوله بساعات قليلة من إنجلترا. وطبعا أكيد زي ما احنا عارفين ان يعني معسكر المنتخب انطلق امس الاثنين وكان المران الاول فيه، ده طبعا يعني تاهيلا او استعدادا لمباراتي غينيا واثيوبيا واللي هيقاموا يوم 5 ويوم 9 من يونيو المقبل، ده طبعا تحت قياده الكابتن ايهاب جلال المدير الفني الجديد للفراعنه. وده اكيد طبعا ده ضمن التصفيات المؤهله او الجوله الاولى والثانيه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2022 واللي هتقام في كوتيفوار. و يعني يمكن شهد ميران أمس عدد أو وجود عدد من المحترفين الآخرين بخلاف طبعا محمد صلاح، أو يعني يمكن قبل ما محمد صلاح يصل لمصر وينضم للميران الثاني وللمعسكر، كان موجود طبعا امبارح في الميران محمود تريزيجيه، محمد النني، عمر مرموش ومصطفى محمد. وأيضا من المقرر أن ينضم أكيد لاعبي الأهلي بعد الانتهاء من مباراة أمس أمام الوداد المغربي، ده طبعا بعد ما كان يعني إيهاب جلال كان بيأجل أو أجل فكرة الإعلان عن لاعبي النادي الأهلي اللي هينضموا للمنتخب، وإن شاء الله يعني بيستمر هذا المعسكر حتى يوم 14 من يونيو المقبل. من موقع اليوم السابع بالأرقام، ماذا قدم كريم بنزيما في موسم 2022 الأفضل بمسيرته؟ يقدم النجم الفرنسي طبعا كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني موسم رائع الحقيقة، يمكن هو الأفضل في مسيرته الكروية حيث حطم العديد من الأرقام القياسية سواء محليا ده طبعا على مستوى الدوري الإسباني أو قاريا في دوري أبطال أوروبا. وقاد بنزيما ريال مدريد للفوز بالدوري الإسباني للمرة 35 في تاريخه، طبعا زي ما شفنا تألق كريم بنزيما وأنه هو أكيد كان سبب كبير جدا في فوز أيضا ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا. ويعني يمكن يتصدر كريم بنزيما قائمة هدافي الدوري الإسباني وكذلك هدافي دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2022، حيث خاض كريم بنزيما 32 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها 27 هدف وصنع 12، كما شارك في 12 مباراة في دوري أبطال أوروبا وسجل خلالها 15 هدف وصنع هدفين. وإجمالا سجل كريم بنزيما 44 هدف خلال 46 مباراة هذا الموسم، ووصل بنزيما لهدفه 323 بقميص أو تيشر ريال مدريد، وده طبعا في جميع المسابقات اللي خاضها نادي ريال مدريد خلال السنوات الماضية أو خلال مشاركة بنزيما أو وجود بنزيما في صفوفه. وجاءت أرقام بنزيما هذا الموسم كالتالي: 46 مباراة و44 هدف، 25 أسيست في كمان يعني دوري الأبطال والليجا والسوبر الإسباني، وحصل على جائزة الحذاء الذهبي في دوري الأبطال، وأفضل أيضا حصل على جائزة أفضل محترف فرنسي. من موقع الشرق الأوسط، ليفاندوفسكي صداع في رأس البايرن وليفربول مهدد بفقدان ماني وصلاح. نجح نادي باريس سان جيرمان في الإبقاء على نجمه مبابي بين صفوفه حتى عام 2025، واستطاع مانشستر سيتي بطل إنجلترا في حسم صفقة المهاجم هالاند، وسوف يكون هناك صراع ساخن جدا أكيد بين أندية القمة على عدد محدود للغاية من الهدافين، أبرزهم ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ ومحمد صلاح مهاجم ليفربول وايضا ساديو ماني الموجود ضمن صفوف ليفربول. والحقيقه ان تقرير الشرق الاوسط اكد ان الميركاتو الصيفي المقبل هيكون يعني بيشهد على عدد كبير جدا من الصفقات الساخنه يعني في الانديه الاوروبيه، واثار كل من ليفاندوفسكي وماني الغموض حول مستقبلهم رغم ان عقد يعني سواء ليفاندوفسكي او ماني مستمر حتى 12 شهر او حتى يعني نهايه 2023، ولكن الحقيقه ان هم يعني او ليفاندوفسكي تحديدا بيعتبر ان هو صداع في رأس البايرن واللي بيرفض رحيله بأي ثمن رغم إعلان ليفاندوفسكي رغبته في الانتقال لبرشلونة. كمان بعد خسارة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، أشارت تقارير عديدة جدا لأن ساديو ماني بيرغب في الرحيل ده طبعا، وأنه هو يريد أنه هو ينتقل لألمانيا قبل نهاية عقده الحالي واللي بينتهي بعد 12 شهر. وأكيد طبعا يعني يمكن التقارير دي أكدت أن ساديو ماني بيختار
انضمامه للبايرن او بيرغب او امنيته ان هو يكون في نادي بايرن ميونخ. كمان محمد صلاح يمكن بيدخل في اخر 12 شهر مع ليفربول او عقده هينتهي يعني تزامنا مع ليفاندوفسكي وايضا ماني بنهايه عام 2023. وطبعا زي ما احنا كنا سامعين خلال تقارير عديده جدا خلال الفتره الماضيه عن فكره استمرار محمد صلاح مع ليفربول من عدمه، وده اللي هنشوفه طبعا اكيد او هنعرفه وهيبقى مؤكد خلال الميركاتو الصيفي المقبل. واخيرا من بوابه الاهرام بطوله الجونه للسكواش، نور الشربيني وعلي فرج يتاهلان للربع النهائي. طبعا شهد اليوم الرابع من بطوله الجونه او من النسخه العاشره من بطوله الجونه الدوليه للسكواش البلاتينيه بي اس اي 2022 منافسات قويه جدا ومباريات هامه جدا خاصه يعني للمصريين واللي قدروا ان هم يستحوذوا او يمكن متصدرين فكره تصفيات ربع النهائي. نتائج مباريات الجونه الدوليه للسكواش البلاتينيه بي اس اي 2022 على مستوى الرجال، فاز اللاعب دياجو إلياس المصنف الخامس عالميا على اللاعب جوتي المصنف الثالث عشر عالميا بثلاث أشواط مقابل شوط، وفاز اللاعب مروان الشرباجي المصنف الثالث عالميا على اللاعب مهيش المصنف الثاني وخمسين عالميا بثلاث أشواط نظيفة، وفاز اللاعب علي فرج على رافائيل كاندرا بثلاث أشواط مقابل شوط، أيضا اللاعب مصطفى العسال فاز على ماكين بثلاثة أشواط مقابل شوط. وعلى مستوى النساء في بي اس اي 2022 طبعا جوال كينج فازت على اوليفيا فيشر بثلاث اشواط نظيفه، وسيفا سوبراميان على رونا لوبان بثلاث اشواط مقابل شوط. نور الشربيني فازت على نيل جيلس بثلاث اشواط مقابل او ثلاث اشواط نظيفه، واخيرا هانيا الحمامي فازت على راشيل اورلاندو بنتيجه ثلاث اشواط نظيفه ايضا. دي كانت كل العناوين او ابرز العناوين الصادره صباح اليوم الثلاثاء من داخل مقر بوابة نيوز. بشكركم جدا، عودة لكم مرة أخرى. احنا بنشكرك جدا على هذه التغطية مرسلتنا العزيزة جدا مريم سميح، شكرا لك. طيب احنا بكده نكون انتهينا من الجزء الأول من حلقتنا. حضرات اسمحوا لنا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل مع حضراتكم كابتن حسين شكري نجم النادي الأهلي السابق وحديث مطول حول مباراة الأمس، خليكم معنا. هنرجع نقولها تاني لان هو واقع، تاريخ الاهلي كبير مش بيقف على خساره، ولكن اكيد اللي زعلنا احنا مش بنحب ان احنا نخسر، احنا مش متعودين على ده، الاهلي ما عودناش على ده. هنتكلم في كل اللي بيتعلق بالماتش امبارح واللي جاي ان شاء الله، بس خلينا نرحب في البدايه بكابتن حسين شكري نجم الاهلي السابق، واطمن حضراتكم ان كمان بعثتنا بالمناسبه وصلت الحمد لله بالسلامه امبارح، عفوا النهارده الصبح، يعني تقريبا على الساعه 10 او حاجه زي كده، يعني ما فيش من ساعه تقريبا، فالحمد لله على سلامه البعثه كلها. صباح الخير وصباح الفل، منورنا يا كابتن حسين. بتشرف ان انا اكون مع حضرتك ومع استاذ كريم، وصباح الخير على كل الاهلاويه. احنا اللي متشرفين الحمد لله، ربنا يعزك، نورت الدنيا يا كابتن حسين، ربنا يعزك. طبعا عندنا حاجات كتير نتكلم مع حضرتك بخصوصها، سواء فنيا في المباراه او المنطق العام اللي كان بيغلف في هذه النسخه من البطوله. اسمح لي في البدايه اسالك سؤال مش قادر امنع نفسي من ان انا اساله لك، هو الكاف على ايامكم كان بيعمل كده مع النادي الاهلي؟ لا، ما كانش بالشكل الفظيع قوي ده كده، لان بقى لفتره طويله قوي احنا، معلش انا عايز اقول يعني نتكلم بصراحه شويه، لان الموضوع بقى زياده عن اللزوم، احنا بقينا ضعاف في الاتحاد الافريقي، وخصوصا مع النادي الاهلي بقت تتعمل حاجات كتيره مش لذيذه او مش لطيفه. طبعا فاحنا لو نرجع بس ناخد نتسلسل بالاحداث كده من ايام المباراه اللي حصل فيها المشكله بتاعه الوداد والترجي، لما الموقف بتاع الفار والكلام ده كله، وخرج رئيس نادي الوداد، وده كان حقه طبعا ان هو بيدافع عن ناديه والكلام ده كله، ان هو قال اننا تعت بالبطوله. بعد كده نربط دوت بالاحداث اللي حصلت ان المغرب او الملعب محمد الخامس لتاني مره النهائي يتلعب في المغرب. لو احنا هنقول ان الشعار بتاع الفيفا الفير بلاي دي ما فيهاش فير بلاي، يعني احنا لو قلنا لو الكلام دوت لو الملعب ده متحدد من فتره طويله جدا، هو حد يقول لك الشعار بتقول له باماره ايه؟ ما لا هو ما الفير اساسا يعني ما جاتش، يعني احنا ما جيناش جنبها فكره ان نتكلم عن الفيرنس. حاجه هو يعني في عنوان، هو في عنوان بيتقال، انما التفاصيل اللي جوه غير العنوان اللي موجود. يعني احنا لما نيجي نقول مثلا دلوقتي انت حددت الملعب، من الانصاف ومن الفير بلاي بقى لو انا لقيت فرقه من الفرقه النهائي
حتى لو انا محدد الكلام دوت من قبل بدايه المسابقه انا ممكن اغير الملعب، ده الفير بلاي. صحيح، لو سواء كان في القاهره او كان في المغرب، لا ده الفير بلاي ان انا اغير هي جت على الملعب. بس يا كابتن حسين يعني ده في حاجات او امور صعبه جدا، في ايه اللي وصلنا لده؟ ان اختيار من البدايه خالص ان انت بتحط كل المعوقات للنادي الاهلي ان هو ما ياخدش البطوله. يعني حتى تصريح كمان امبارح من انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي ان هو بيقول هو ما فيش غير النادي الاهلي. يعني السنتين اللي فاتوا وهو جاي السنه دي بيتفرج على المباراه كمان، هو ما فيش غير النادي الاهلي. والله احنا اسفين ان احنا رقم واحد، يعني لو ده هيزعلنا يعني مش من المنطق ان انت راجل رئيس الاتحاد الدولي وراجل مسؤول ان انت تطلع تصريح بالشكل دوت. لو هو قال التصريح دوت لا مش يقدر يقول نفس البقين دول على ريال مدريد مثلا يعني اوروبيا. لا ما اقدرش طبعا، يعني هو احنا ما ورناش غير ريال مدريد. لا ما اقدرش طبعا، او ما جبناش غير برشلونه. يعني التعليق ده في حد ذاته يستحق بالظبط. يعني انا 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 مش متخيل ان انت راجل مسؤول عن كره القدم في العالم كله وان انت تقول تصريح زي دوت. لا ما ينفعش، ده انت لو قاعد مع اصحابك مش هتقدر تقوله. بالظبط كده، واخد بال حضرتك ازاي؟ فما بالك ان انت راجل مسؤول ان انت تقول حاجه زي كده. بس في الاول وفي الاخر برضو احنا عايزين نحيي طبعا مجلس اداره النادي الاهلي لانه يعني بذلوا طاقه بصراحه بامانه الله طبعاً. يعني رهيبه. صح. ان هم قدروا ان هم يحافظوا على الجمهور اللي راح، حاولوا على قد ما يقدروا ان هم يوصلوا الجمهور بامان، حاولوا ياخدوا نسبه تذاكر يعني ان كان فيها انصاف وهي ما فيهاش انصاف. لما كانت النسبه لطيفه يعني 60,000 تقريبا المقابل قول 600 من عندنا. لا ما انا بقول لحضرتك بص يعني كانت هم بيقولوا يعني. هم بيقولوا عنوان والتفاصيل جوه العنوان حاجه مختلفه خالص. يعني لما تقول انت 10,000 تذكره للنادي الاهلي و10,000 للودان و20,000 للجمهور. طب هو الجمهور العام يا ريتنا خدنا ال10 بتوعنا، احنا ما خدناش حتى ال10 بتوعنا. لا حتى يعني. لو خدنا ال10 وراحوا ال10 طب ال20,000 اللي هو الجمهور العام ده، الجمهور العام ده هيجي منين؟ اكيد مش من عندنا. لا يعني ما فيهاش انصاف في كل الحالات اللي تعرض فيها النادي الاهلي انه يخوض المباراه ديت. لا يعني ما بص يا كابتن حسين عشان بس نقطه تبقى واضحه، الكلام ده احنا قلناه قبل المباراه عشان ما يجيش حد يقول لك ايه ما احنا بنقعد بقى نبرر. لا الكلام اللي احنا قلناه ده قلناه قبل المباراه لان دي الملابسات اللي كانت موجوده، ده المشهد قبل ما تدخل اصلا تلعب البطوله، فكلها حاجات كانت ضدك. ده رقم واحد. رقم اتنين اكيد احنا برضو مش هنغفل ان احنا عندنا بعض الاخطاء، يعني ما هنتكلم في ده بس عشان الرؤيه ايش يقول لك انتوا بتبرروا، احنا ما بنبررش. يعني ما فيش القصه دي ابدا، لان حتى وليد الركراكي كان ليه تصريح قبل كده قال لك هم زعلانين ليه، ما كانش ناوي ليه تصريح قبل كده قال لك احنا بنلعب في اي حته. ما هو على فكره تقريبا 3/4 البطولات للنادي الاهلي حصل عليها هي على فكره ما كانتش على ارضه، لكن ملهاش علاقه فكره ارضي ومش ارضي من ملابسات كلها ضدك. الكلام ده مظبوط ولا انا بقول اي حاجه؟ لا تكملا كمان لكلام حضرتك، مظبوط طبعا تكملا لكلام حضرتك ان الاجراءات اللي خدها مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب من قبل المباراه ما تحصل، هو ده ان احنا لما رحنا عملنا التظلم للاتحاد الدولي كان من قبل المباراه ما تحصل. ان النادي الاهلي طلع بيان ان هو قال بعد المباراه سواء احنا كسبنا او خسرنا ان احنا هنطلع تفاصيل تانية اكتر. صح. كل الكلام ده كان قبل المباراه تكملا لكلام حضرتك. يعني فالنادي الاهلي احنا مش بنطلع مبرر عشان حاجه معينه. بالزبط. لا احنا واخدين الاجراءات ديت لان هي فعلا اجراءات مش منطقيه ان هي تتعمل مع فرقه محترمه زي النادي الاهلي عشان يتلعب النهائي في الاجواء دي. كل اللي احنا بنقوله ده ليه علاقه بالكاف وما نتج عن الكاف في الفتره الاخيره. تعال نتكلم شويه عننا احنا بقى. كيف رايت مباراه الامس؟ لا احنا احنا كنادي اهلي كفرقه النادي الاهلي ككوره لا احنا ما كناش كويسين. يعني عشان نبقى برضو منصفين مش هنقول برضو مش هنضحك على بعض. لا كاداء كوره في الملعب احنا ما كناش. طب تعالى نبدا واحده واحده كابتن حسين، يعني نبدا كده بسؤال كريم، التشكيل هل اخطانا او موسيماني اخطا في التشكيل ام لا؟ وبعدين نخش على حته الفنيات. قبل المباراه هيبقى في كلام وبعد المباراه هيبقى في كلام. معظم الناس اللي هتيجي تحلل قبل المباراه يقول لك يعني اللي قال التشكيل مثلا هنقول 90% او 95% مش هيبقى عنده اعتراض كبير على التشكيل، خصوصا احنا لعبناه مع الرجاء. بالظبط. وادينا بيه شكل كويس وادينا بيه حاجه كويسه. واخد بال حضرتك ازاي؟ اي مدير فني في الدنيا بيبقى ليه كذا سيناريو قبل ما بيخش المباراه. انا شفت ان مستر موسيماني حاول ان هو يلعب على السرعات من الاطراف ان هو يزود كثافه كبيره. مثلا في اربع لعيبه عندنا طاهر وبيرسي وعبد القادر وحسين شحات، الاربع لعيبه دول المفروض ان هم لعيبه هجوميه. مظبوط ولا مش مظبوط؟ محمد شريف برضه
لا محمد شريف بعد ما نزل. لا انا بقى بتكلم على بدايه التشكيل من البدايه. أوكي. الاربع لعيبه دول اللي موجودين دول اربع لاعبين هجوميين. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يعني الراجل دوت مش نازل عشان يدافع طبعا، اشتغل هو على عنصر السرعه، اشتغل على عنصر السرعه، لان الاربع لعيبه لو قلنا حسين شحات او طاهر او عبد القادر او بيرسي كلهم عندهم عنصر السرعه، وده في تفكير مدير فني لما تخش انت بقى مش مشجع عادي، لما تخش في تفاصيل دماغ مثلا الراجل بيحط سيناريو للمباراه، لا انا عارف ان انا بلعب مع فرقه في ملعبها والجمهور وان الفتره الاولانيه هيبقى في ضغط عليا والكلام ده كله، انا محتاج عنصر السرعه في الحاجات اللي هي الهجمات المرتده والكلام ده كله. انت كمدرب انت بتقول السيناريو او بتقرا السيناريو او بتشوف الميزات بتاعه اللعيبه اللي موجوده عندك ان انت تحقق بيها الهدف. هو عمل كده من قبل المباراه. سوء حاله اللعيبه بقى في اللي موجوده في الملعب او الكلام دوت او ان هو ما يبقاش موفق او حاجه زي كده، دي مش بتاعت مدرب. لا هو للامانه برضو كلمه عدم توفيق ما نقدرش نعلق عليها قوي اللي حصل، لان بعيدا عن مساله التوفيق من عدمه احنا شفنا ان اللعيبه ما كانوش فايقين، ما كانوش بيادوا الاداء المتوقع والمنتظر منهم واللي كمان يتماشى مع امكانيات كل واحد فيهم على حده. انا متفق مع حضرتك بس انا بتكلم برضو معلش مهما كان احنا هنرجع للاسباب برضو اللي كانت قبل المباراه، هي خدت اللي ادت للشكل خدت ده يعني. خدت من التفكير او من ذهن اللعيبه او تركيز اللعيبه بنسبه كبيره جدا، وده خطا مش صح، او اللي احنا تعودناه او اللي اتعلمناه في النادي الاهلي ان كل الظروف اللي بتحصل قبل المباراه او الكلام ده كله كنا بنروح في اجواء في افريقيا اصعب من كده بكتير جدا، بس كنا بنقدر نفصل. واضح ان اللعيبه في المباراه ديت ان الشحن كان زياده او ان التركيز في الملابسات اللي كانت خارج المباراه خدت من اللعيبه كتير او خدت من ذهن اللعيبه او تركيز اللعيبه كتير، واخد بقى حضرتك ازاي؟ فعشان كده الناتج في الملعب ما كانش بشكل كبير، رغم كده ان انت في لو تحسب الفرص اللي ضيعها النادي الاهلي، لا احنا ضيعنا فرص كتيره جدا وسهله جدا. حتى الاستحواذ ما كانش محسوس مع ان احنا كنا استحواذ، احنا الاستحواذ بالظبط بس مش محسوس، الفرص ما نتجش عنه خطوره بتشكلها على مرمى المنافس. على كل الاحوال خلينا بعد اذن حضرتك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل. اتفضل. مرحبا بحضراتكم مره تانية، وحديثنا اكيد لسه مستمر وبنتكلم في ملابسات المباراه بالامس. كابتن حسين انا معايا بعض يعني الاحصائيات للمباراه امبارح نتناقش فيها، اقولها مع حضرتك سريعا. بالنسبه للاهلي طبعا والوداد بنتكلم عن الاستحواذ 63% للاهلي 37% للوداد 70 للاهلي من التسديدات الوداد 77 عندك الركنات 4 هنا 4 التمريرات بقى 507 لينا 250 ليهم تمام. التمريرات الصحيحة منهم 417 لينا 759 ليهم تمام. استحواذ الكرة وده الرقم اللي فيه شوية يعني إلى حد ما التوافق 779 ل 776 يعني أنا التسلل عندنا 7 هنا 0 يعني خسارة الكرة 52 مرة وهم 45 مرة يعني الأرقام بلغة الأرقام بتشوف الأرقام بعيدة بتشوف الأرقام بتدل على إيه؟ هقول لحضرتك حاجة، الاستحواذ زي ما حضرتك بتقولي بنسبة كبيرة للنادي الأهلي، وإحنا بنقول إن إحنا كمان إن إحنا ما كناش موفقين أو ما كناش بلغة الكورة كويسين في المباراة. واخد بال حضرتك إزاي؟ ده معنى إن لو الأجواء كانت طبيعية والأمور طبيعية كان المفروض إن العملية تبقى أفضل وأحسن. معظم استحواذ النادي الأهلي إمبارح معلش لأن إحنا برضه عشان نبقى منصفين إن النادي الأهلي ما كانش في الحالة اللي هو نعرفها عنه أو اللي هو النادي الأهلي. الاستحواذ كان في 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 المنطقه الدفاعيه بتاعتنا اللي هي منطقه زي ما احنا بنقول التحضير، ان احنا بنحضر من تحت وهم كانوا سايبين لنا الاستحواذ دوت وكان عاملين زون سايبين لنا التلت الدفاعي بتاعنا ما كانوش بيضغطوا من بدري. واخد بال حضرتك ازاي؟ فممكن دي نقول مثلا الاستحواذ ممكن يبقى خداع شويه لان احنا معظم الاستحواذ كان في المنطقه بتاعتنا بتاع المنطقه اولا التحضيرية. مش محسوس قوي ثانيا لم يسفر عن شيء يعني هم نص شكرا. الاستحواذ بتاعنا بالزبط. كنسبه مئويه وبال 37% بتوعهم دول عرفوا يجيبوا جولين بالظبط كده. احنا افضل فترات للنادي الاهلي اللي لعب فيها اللي كان المفروض ان هو يبدا بيها المباراه اللي هي نهى بيها ال10 دقائق الاخيره في المباراه للنادي الاهلي كان المفروض ان هو يبدا بالشكل ده.
ان هو يضغط عليهم بشكل كبير، لان هم كانوا محترمين النادي الاهلي، ولا ده غصب عنهم يعني ان هم احترموا النادي الاهلي بشكل كويس، وعرفوا ان النادي الاهلي لو اديته مساحات هتبقى الامور بالنسبه لهم صعبه، فهم لعبوا على الجزئيه ديت فقفلوا كويس على اساس ما يبقاش في فرصه. ورغم كده احنا في الشوط الاول من الـ من الـ من المباراه في بعد الهدف على طول في كرة بتاعت ياسر ابراهيم اللي هي بالهيدرز اللي كانت كورنر ديت، في كرة بتاعت طاهر اللي شاطها وجت في رجل المدافع، ده في الشوط الاولاني اللي احنا كنا برضو لسه مش عايز اقول الرهبه بتاعت المباراه او هو يمكن الجول اللي جه فينا في الشوط الاول في الدقائق الاولى هو يعني ممكن يكون وطرنا شويه. حضرتك عايز تقول بالظبط زائد الاجواء اللي كانت قبل المباراه برضو دي ما نغفلش عنها، لانها دي برضو سبب من الاسباب اللي دخلت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي للحاله دي. يعني المفروض ان انت بتخش الامور بتاعتك لما تخش مباراه بتبقى الامور طبيعيه، بس تاريخ الاهلي مع النوع ده من الضغوطات لسه كنت هو طبعا والله. المره دي الضغوطات ابعد بكتير من المنطق، يعني بالزبط. ابعد من اي حاجه حصلت قبل كده، مضاعفه الحقيقه. لكن بشكل عام المفروض ان لعيبه الاهلي يعني النادي الاهلي عندهم من الاحترافيه والثبات الانفعالي ما يسمح ان هم يحسنوا التعامل بالزبط. مع الظروف ما انا هقول لحضرتك حاجه ضغط عليهم زي ما حضرتك ليه ده ما حصلش زي ما انا قلت حضرتك ان الظروف بتاعه المباراه دي بالذات غير الظروف اللي هي كانت قبل كده ان الظروف كانت يعني عايز اقول يعني صعب قوي يعني انا يعني باسلوب كويس مش عايزين نروح للفظ مش كويس لا الظروف المره دي كانت والنادي الاهلي معلش او اللعيبه اللي موجوده بتاعت النادي الاهلي المفروض ان احنا نخرج بره القصه ديت. طول عمر النادي الاهلي بيبقى مثلا مجلس اداره في حاجه بيشوف شغله في حاجه تانية او الـ الجهاز الاداري مثلا بيشوف شغل في حاجه تانية واللعيبه مهما كانت بتفصل عن الكلام ده. انا شايف ان الظروف اللي حصلت قبل المباراه خدت اللعيبه بتاعت النادي الاهلي راحوا بشكل كبير قوي للظروف دي وده خطا مش طيب عايزين كابتن حسين خلينا نروح بحضرتك ان فاضل تقريبا دقيقتين واحنا محتاجين خلاص نقفل الصفحه دي زي ما احنا متعودين ونبص للي جاي مش بنقفلها علشان احنا خسرنا احنا بنقفلها ان احنا حتى لما بنفوز احنا بنقفل وبنبص قدامنا عندنا دوري وعندنا كاس. هل بتشوف من وجهه نظرك يعني موسيماني هيبقى عليه ضغط اكبر في فكره تاهيل هنا اللعيبه بقى لماتشات الدوري وهتكلم تحديدا عن الدوري زي ما كنت بتكلم عندنا ايسترن كومباني وعندنا الزمالك يعني ممكن يبقى ماتش شويه اخف من الثاني بس الزمالك هيبقى ماتش صعب فبتشوف التاهل نفسيا كمان او التاهيل النفسي هيبقى مضاعف بتهيل من قبل موسيماني لان احنا كنا بنقول لو حصلنا على النجمه ال11 ربما ده يبقى انعكاسه ايجابي على كمان الدوري واحنا كنا محتاجين اي دعم نفسي بصراحة. التأهيل النفسي للفترة اللي حضرتك بتتكلمي فيها ديت هيبقى أهم كتير جدا من الجزء الفني. إن اللعيبة بتاعة النادي الأهلي معظمها هتبقى محبطة بشكل كبير جدا. احنا خايفين من ده. فالعامل النفسي هيبقى مهم جدا ولازم يشتغل مستر موسيماني كتير جدا مع اللعيبة الفترة اللي جاية ديت في العامل النفسي بالذات إن هو يبدأ إن هو يفصل لأن احنا برضو معلش احنا العقلية بتاعتنا برضو مهما كانت مش زي أوروبا. او مش زي الناس في اوروبا واخد بالك الضغوط عندنا احنا بنتاثر وبتاخد معانا فتره طويله وده شيء مش كويس يعني نقول ايه ربنا يستر الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل هو العنوان بس اللي ممكن ان هو يتقال على الـ على الـ على القصه دي عشان انا فعلا انا متضايق جدا من موضوع الكاف ده يعني هم وعدوا فاوفوا فعلا يعني اللي هو كتر خيركم قوي مش عايزين حاجه ثانيه يا جماعه حلوه قوي كده حلو قوي على كل حال اشكرك كابتن حسين والله نورتنا كالعاده كالعاده يعني هنروح فاصل بس انا مش هرجع بقى كريم هيرجع عشان هيكون معاه دكتور دينا ابو السعود والفقره هتكون في غايه الاهميه ملف مهم هنتكلم او هيتكلموا فيه عن مضادات الاكسده صح كده صح جدا تابعونا تجدوا ما يسركم خليكم معانا يا اهلا بيكم عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي وتاني واخر فقراتنا الحواريه والفقره دي هنتكلم من خلالها عن الأكسدة اللي ممكن تحصل داخل الجسم أصلا يعني إيه أكسدة وإيه هي مضادات الأكسدة دي عينة بسيطة من أسئلة كتيرة هنتوجه بيها للدكتورة دينا أبو السعود اللي منوراني في هذه الفقرة صباح الفل عليك أهلا وسهلا أخبارك إيه كله تمام كريم الحمد لله يا رب دايما في أحسن صحة ربنا يخليك تسلم والله بنسمع دايما عن مضادات الأكسدة مضادات الأكسدة طب ما تيجي من الأول كده نعرف الناس أصلا إيه هي الأكسدة أكسدة الخلايا أو أكسدة الجسم عامة هي تفاعلات كيميائية بتحدث داخل الجسم وبيحصل انطلاق الخلايا الجذور الحرة أو الخلايا الحرة. الخلايا الحرة بتخش تدمر لي الخلايا بتلعب في الدي إن إيه بتاع الخلايا فبتتلف الخلايا وبتعجزها وبتدمرها بدري بدري وبتموتها بدري بدري.
أكسدة الخلايا دي حاجة خطر جدا جدا. وأصلا بتحصل نتيجة إيه؟ لا، عوامل كتيرة جدا، يعني كلنا أكيد بنخش في عامل من العوامل دي. لو مثلا هتكلم عوامل بيئية ملوثة مثلا، ده بيعمل أكسدة في الخلايا. لو تعرضت لأشعة الشمس من غير ما أحط السان سكرين بتاعي هيأكسد الخلايا الوش، ولما الوش بيحصله أكسدة بيعجز وظهور بقى البقع والتجاعيد بدري بدري. لو طريقة تحضير الأكل، لو أنا دي كارثة كبرى، الموضوع الزيت اللي بنقرر بيتقلي فيه أكتر من مرة، بنقرر القلي فيه، دي كارثة، دي بتأكسد وبتخلي الخلايا الحرة تنتشر في الجسم. ولازم نحد من الموضوع ده. يمكن السموكينج كمان، التدخين بيأكسد. عندك حاجات كتيرة جدا بتأكسد. ده انت عندك شريحة أيوة. مش قليلة من المواطنين. ونوع الأكل، لو أنا باكل حاجات فيها مواد حافظة كتير برضو. لا، أنا بكلمك على بالذات حتة الزيت اللي بتقلي فيه أكتر من مرة. الناس اللي هم رواد عربيات الكبدة وما شابه، ده في عربيات ممكن تبقى يعني القدرة اللي بيعملوا فيها أو الحلة اللي بيعملوا فيها الكبدة أو السجوق ممكن يبقى لها مثلا 9 سنين شغالة نفس الحلة بنفس الزيت. دي أنا بقول ما تقليش مرتين، تقولي 9 سنين ده احنا رايحين نموت دلوقتي. دي مشكله كبيره فعلا. يعني الزيوت اللي تستخدم اكتر من مره بالزبط. لازم ينتج عنها اكسده. طبعا طبعا. فعشان كده بقول ناكل في البيت بقدر الامكان. كميه اللحوم الكتير المصنعه دي برضه لازم نقطع، هي اللانشون والروسبيف والبسطرمه والحاجات دي زيادتها عن اللزوم، والبرجرز بلاش زياده في اللحوم المصنعه بيأكسد. الدهون الضاره لو اكلناها كتير بتأكسد. زي ايه الدهون الضاره دي؟ زي اللي موجوده في ايه مثلا؟ الدهون الزيوت دي دهون ضاره مثلا. أوكي. الزيوت المهدرجه والحاجات دي كل الحاجات دي بتأكسد. الدهون الصحيه حلوه قوي. انا مع الدهون الصحيه ناكلها على طول. اللي هي برضو ناخدها من ايه؟ من الاسماك والسلمون. اوكي، دي مهمه. دي دهون جدا صحية. دي دهون صحيه. اوكي. اللحمه ما نكترش، يعني بلاش اللحوم اللي هي برضو المصنعه والغير مصنعه كتيره، الافراط مش حلو. مش فيه. بالظبط. أوكي. فكل الحاجات دي بتأكسد. طب مين فينا ما بيعملش ده؟ ولازم نشرب ميه كويس. فأكيد حد فينا ممكن يكون بياكل اكل مش صحي، السكريات الكتير بتعلي التهابات الجسم. أوكي. طيب نعمل ايه عشان نحد من ده؟ لازم ولابد ناخد انتي اوكسيدنتس او مضادات اكسده من الفيتامينز مثلا. وكمان الشاي الاخضر طبعا، لو هيقول لي ايه المشروب الحلو كمضاد اكسده، شاي اخضر رائع. أوكي. الاسماك مضاده للاكسده، فيها مواد ضد الاكسده. أوكي. فرائع الاسماك مع فيتامين سي وفيتامين اي، الاثنين دول من اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده في العالم. أوكي. فبرشح الب مالتي فيت. ليه الب مالتي فيت؟ لانه موجود فيه فيتامين سي تركيز عالي 500 ملي جرام، وفيتامين اي. فيتامين اي كمان اقوى كمضاد اكسده، اقوى حاجه. وبيعمل على عدم اكسده الدهون الضاره. الدهون الضاره لو اتاكسدت هتعمل لي كوليسترول، تترسب على الاوعيه، نخش في مشاكل صحيه. طيب الب مالتي فيت هل ينفع حتى مع مريض الكوليسترول؟ طبعا، لانه بيدعم جدا وبيقلل لي مع الادويه نسبه الكوليسترول في الدم. فالب مالتي فيت اولا مرخص من هيئه سلامه الغذاء، ثانيا موجود في كل الصيدليات، سلسله الصيدليات معروفه احنا موجودين فيها. سلسلة الصيدليات دي موجودة في كل محافظات مصر. كويس. بلس ان احنا موجودين عن طريق الارقام اللي ظاهرة على الشاشة، بنوصل لكل محافظات مصر بلا استثناء. واكيد عندنا صفحة على الفيسبوك، لو عايزين نسأل على اي سؤال يخص هذا المنتج نقدر نسأل على صفحتنا اللي اعتقد موجودة على الشاشة. حلو. طيب مضادات الاكسدة بتشتغل ازاي؟ بتعمل ايه؟ مضادات الاكسدة هي اللي بتضحي بنفسها بقى. يعني الخلايا الحره اللي بتبقى موجوده، خلايا ماشيه في الدم ملهاش مستقبلات، فتخش على الخليه السليمه بتاعتي تدمرها. يمكن كمان تسمع يا كريم موضوع الخلايا الحره والاكسده. الاكسده ممكن يؤدي الى كانسر سيلز، اعوذ بالله، يعني الخلايا السرطانيه. فمضادات الاكسده هي اللي بتفدي نفسها، هي اللي تتاكسد وتمنع من الخطر ده عن الخلايا الصحيه. بالظبط، هي اللي بتضحي بنفسها. فهي دي مضادات الأكسدة. فمهم جدا 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 ان احنا ناخد انتيك يومي من مضادات الأكسدة. ده مهم. هل في سن مثلا ابتداء من سن كذا ممكن ياخد مضادات للأكسدة؟
من سن عادي كل الاعمار مفيش مشكله. لو هتكلم على الب مالتي فيت مثلا باخده من سن 13 سنه امن حتى للمراحل المبكره دي. طبعا امن جدا لان هو مفيهوش, هو ليس علاج, هو مفيهوش مواد فعاله بتعالج امراض خالص, ده هو فيتامينات اللي موجوده في الاكل. والجرعه المفروض الواحد ياخدها ولا برضو ليها علاقه بالسن؟ يعني هل مثلا اللي في العشرينيات ياخدوا جرعه مختلفه عن اللي عندهم 50 60؟ الجرعه اللي مصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء هو قرص واحد بس في اليوم ايا كان العمر. أوكي. لو العمر الكبير مثلا بيحتاج فيتامينز اكتر, وقتها اقدر اقول نستشير الطبيب لو هاخد اكتر من قرص واحد. أوكي. لان انت بقرص واحد انت بتدعم الجسم مش بس كانتي اوكسيدنت, انا لازم ادعم الجسم كمناعه. ألب مالتي فيت من أقوى المكملات الغذائية كمناعة. لازم أدعم التمثيل الغذائي. تمثيل غذائي يعني سرعة أيض, يعني نشاط. لا استني بس قبل النشاط مش نفسر يعني إيه سرعة أيض. سرعة الأيض. أنت دكتورة وعارفة إحنا مش عارفين, إحنا راجل صاحب مرض هعرف أنا منين الأيض. اللي هو معدل الحرق. أنت عندك ألب مالتي فيت الحلو. الميتابوليزم يعني. الميتابوليزم. طب أنت عارف أهو. وإنجلش كمان. لا بس ده المصطلح اللي يمكن الواحد بيسمعه. الميتابوليزم. ما هو سرعة الأيض يعني ميتابوليزم. أنا قلتها باللغة العربية. أوكي. مهم قوي إن أنا أدعم الميتابوليزم بتاع الجسم. طيب ألب مالتي فيت إزاي بيقدر يدعم الميتابوليزم؟ لأنه بيحتوي على فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه. وده مفيد في عمليات ال جدا. يعني ايه ميتابوليزم؟ ان انا اقدر احول الاكل اللي باكله الدهون او الكربوهيدرات او حتى البروتينز لطاقه. ازاي نقدر نعمل ده؟ بالب مالتي فيت لانه بيحتوي على عائله فيتامين ب الكامله, فبلاقي مع الب مالتي فيت نشاط اعلى, تركيز اعلى, مود احسن. اوكي. كنت في وسط كلامك بتقولي ان حتى اللي عندهم كوليسترول عادي جدا يقدروا ياخدوا نفس المكمل الغذائي اللي احنا بنتكلم عليه. طب الناس اللي عندها برضو امراض تانية من الصنف المزمن, سكر, قلب, ضغط. قلب مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا مع اصحاب الامراض المزمنه, ولا يتعارض مع اي دواء بياخدوه. لان قلب مالتي فيت زي ما انا قلت فيتامين اي مهم جدا جدا لتحسين نسبه الكوليسترول, وليس علاج لنسبه الكوليسترول. لان انا على طول بقول ما فيش اي فيتامين بيعالج اي مرض, لكن ينفع ياخده مع ادويه الكوليسترول او ادويه السيوله او ادويه القلب, لا يتعارض اطلاقا. بالنسبه لمريض السكر بدعم جدا قلب مالتي فيت, لانه طبيعي ان مريض السكر لازم يمشي على مع الادويه, سواء الانسولين سواء الادويه اللي بياخدها, لازم يمشي على فيتامين بي عشان هو اللي بيدعم الاعصاب. احنا عارفين ان مريض السكر شويه بيبقى عنده التهاب شويه في الاطراف. أوكي. سواء رجليه او ايديه, فبدعم جدا الب مالتي فيت لا يتعارض اطلاقا مع اصحاب الامراض المزمنه. جميل. طب كنت عايز اسالك سؤال برضو, لقيت ان في حد من المشاهدين بعت نفس السؤال. منى علي بتسلم على حضرتك وبتقول لك كنت عايز اعرف هل الفيتامينز اللي بناخدها من نفسنا ولا لازم نعمل تحليل الاول, او لازم تكون بناء على نصيحه الطبيب؟ لو الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء ممكن بنعمل ليها نسبتها في الدم, لكن ألب مالتي فيت هو فيتامين سي, هو فيتامين اي, هو فيتامين بي كومبلكس, وبرضه ووتر سوليبل. ووتر سوليبل بيدوب في الماء. بالظبط. فما فيش مشكله ان انا اخده, وبعدين ما اخافش منه لان التراكيز بتاعته معقوله جدا. حتى لو باخده لفتره زمنيه طبعًا. طويله مثلا قعد سنه كامله باخده يوميا. ده انا لازم اخده واغير اللايف ستايل, مش اخده واكل اكل مش صحي واكل سكر وما اكلش سلطه. لا, لان انا مش يعني احنا عاملين مكمل, ان ده بيكمل الاكل. لازم اكلنا يبقى فيه فيتامينز, يبقى فيه مينرالز, وانا عارفه ان الاكل ما احنا محتاجين انتيك يومي. محتاجين تركيز بانتيكس يوميه. أوكي. الجسم مش هيصنع لي الفيتامينات, فمع الاكل ما خدتش النسبه المظبوطه اللي الجسم محتاجها يوميا لكل العمليات الحيويه, بدعم بقلب مالتي فيت. هو الفيتامين اللي انا ممكن احصل عليه من خلال الاكل ايا كان نوع الاكل, هل بيبقى في بنفس كواليتي نفس الفيتامين لو انا اخدته من خلال مكمل غذائي او من مالتي فيتامين؟ طبعا كل حاجه بتبقى طبيعيه حلوه, بس الب مالتي فيت برضه طبيعي, يعني ما فيش اي مشكله خالص. ان انا هو زي الفيتامينز. هو للامانه انا مش بسالك عشان الب مالتي فيت, انا بتكلم في المطلق عموما. المالتي فيتامينز عموما. فكره ان انت بتاخدي عنصر ما جسمك محتاجه بطريقه تانية غير الاكل, فهل العنصر ده الموجود في الاكل يختلف عن نفس العنصر اللي موجود في الكبسوله او في الحبايه؟ لا 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 اطلاقا. ولازم اخد فيتامينز, مفيش حاجه اسمها لا ده انا عندي فيتامين ما ناقص واسيب نفسي. الفيتامينات لما بتنقص في الجسم
بيبقى الجسم يعني عرضه لمشاكل صحيه كتيره جدا فعلا. طيب انا برضو في سؤال تاني بعتته اميمه احمد، بتقول كنت عايزه اعرف العصبيه والتوتر المستمر هل دول ممكن يكون سببهم نقص فيتامينز معينه؟ وبتسالك بقى تحديدا ازاي الب مالتي فيت ممكن يساعد في تقليل المشكله دي؟ الب مالتي فيت بيدعم المود. ممكن العصبيه والتوتر بتبقى ممكن احيانا اكيد غير الفيتامينات هرمونال ديستربنس، يعني تغيير الهرمونات للست بيعمل لها عصبيه رهيبه، سواء هي عدت المونوبوز او فتره الحمل، اي تغيير في الست في هرموناتها هيعمل لها عصبيه. بالمناسبه السيده الحامل تقدر تاخد عادي نفس المكمل الغذائي ده؟ الب مالتي فيت انا بدعم لها جدا الب مالتي فيت، لانه اولا في فوليك اسيد، والست الحامل من قبل ما بتحمل، من قبل حتى وهي في خطه الحمل، الدكتور يقول لها لا خدي من دلوقتي فوليك اسيد، عشان الفوليك اسيد هو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين وبيعمل على عدم تشوه الاجنه. فالب مالتي فيت فيه حمض الفوليك، الب مالتي فيت فيه فيتامين سي مهم انها تقوي مناعتها في الحمل، الب مالتي فيت فيه فيتامين اي ضد الالتهاب، وفيتامين اي بينشط لي الدوره الدمويه، وفي الكوبالامين اللي بينتج كرات الدم الحمراء عشان يحميها من عدم كفاءه الدم. بس عندي حاجه بسيطه بس عايزه اقول لاي واحده حامل، بالنسبه للكالسيوم احنا كلنا عارفين ان الست الحامل بتحتاج كالسيوم بمقدار اعلى بكتير، فتسال الدكتور لو محتاجه مع الب مالتي فيت بتاخد كالسيوم زياده وقت الحمل بس، وبعد كده بترجع على الب مالتي فيت من غير ما تاخد الكالسيوم الزياده. ده الحامل بس، محدش ياخد الب مالتي فيت ومعاه كالسيوم، ده خطر. أوكي. الحامل بس. طيب هل كبار السن يلزمهم نمط حياه معين؟ بين قوسين كده شامل ان هم ياخدوا مثلا مكملات غذائيه معينه، يهتموا بفيتامينز معينه اكتر من غيرها، من منطلق ان هم عندهم اعراض شيخوخه، بقيه التفاصيل بقى اللي انت فاهماها دي. انا بنصح طبعا كبار السن ان هم يعني يبقى اللايف ستايل مختلف شويه. نقلل الملح، يعني بلاش الملح الكتير، يعني وبلاش نوقف الملح. حد مثلا دكتوره دينا، لان انا اعرف ناس بتابعني بيقولوا لي ايه اللي انت بتقولي احنا بنعمله. مش معنى ان انا قلت اقلل الملح يعني اوقف الملح، القلب محتاج صوديوم. بس بلاش كثره الملح. طب عشان اشمعنى الملح بالذات اللي ابتديتي بيه؟ الملح ابتديت بيه لانه بيرفع الضغط شويه، يعني لو زودت الملح، وانا بخاف على كبار السن لان بيبقى ممكن عندهم شويه مشاكل في الضغط. بيقللوا السكريات جدا. نقلل برضو كميه السكريات ونقلل كميه الدهون الضاره، ويناموا كويس ويشربوا ميه كويس، ويطمنوا على الكومبليت بلاد بيكتشر وانزيمات الكبد والكلى، ده من غير ما يبقى عندهم اصلا مشكله، يعملوها مره كل ست شهور، امان ليهم، يعرفوا الدنيا معاهم ماشيه ازاي. تمام. في ناس برضو ادينا مختلط الى حد ما عندهم الامر، فكره المكمل الغذائي بيعملوه كانه غذاء مش مكمل غذائي. بمعنى ان هم مثلا شهيتهم ضعيفه، بيشربوا سجاير كتير، فبالتالي نفسهم معظم الوقت مسدوده، فكميه الانبوت الغذائي اللي بيدخلوها جسمهم كل يوم ايا كان السبب ايه هي لا تذكر. فبيحاولوا يعوضوا ده من خلال المكملات الغذائيه، بس البالانس اللي حاصل مرجح كافه المكملات اكتر من الاكل نفسه. عشان الى اي درجه ده مش مظبوط؟ ده عشان بيستسهلوا. لا، انا مع الاكل الصحي مع المكمل الغذائي، انا مع تغيير اللايف ستايل كله مع المكمل الغذائي. يعني لازم ان انا وانا باخد مكمل غذائي ده بيكمل ده مكمل، لكن ما اعتمدش عليه اعتماد 100%. طب معلش السؤال ده قد يكون سؤال ساذج جدا، بس سامحيني فيه، يعني ليه مش ده غذاء وده غذاء؟ عشان انا محتاجه اكتر من النسب دي، يعني انا يعني ما ينفعش بس اخد قلب مالتي فيت وكل يوم اخلص تورته، فين الصحه في الموضوع؟ طب تعالي يعني ايه، هخلي الكلام مختصر على الناس مثلا اللي بيروحوا الجيم وبيلعبوا بيشيلوا حديد واوزان ورياضات فيها مقاومه. حلو. بياخدوا مكملات بقى من نوع تاني بقى خالص، مش غير اللي احنا بنتكلم عليه. بنتكلم بقى اللي هو الواي بروتين والحاجات اللي هي مكثفة. الى اي درجه ده ممكن يكون بديل امن للناس اللي ما بتاكلش كويس؟ بص يا كريم، انا عارف ان ده اطار مختلف شويه عن اللي احنا بنتكلم فيه، بس الكلام جاب بعضه. يعني انا مع يعني انا بقول على طول للرياضيين كله بروتين، يعني بتلاقي الرياضيين على طول بيحبوا ياكلوا البيض واللحوم والاسماك، كل الحاجات دي بروتين طبيعي.
وقلب مالتي فيت مثلا هيبقى داعم ليهم. ماشي، بس ما الواحد من الناس بقى اللي هم بتوع الحديد قوي اللي بيفطر له مثلا ب 34 بيضه مسلوقه على الصبح، ده مش يعني مش ده العادي، مش طبيعي، فغالبا مش هيقدر يحط بياخد بقى الـ ده اللي بتكلم عليه. لاي درجه ده شيء مظبوط او خاطئ؟ ولا لو كنا معتدلين في الاعتدال في كل حاجه احسن. الاعتدال في كل حاجه احسن، لكن لو هتكلم على الب مالتي فيت مش هتكلم على الويت بروتين والحاجات دي، ولا هتكلم عليها بالايجاب ولا هتكلم عليها بالسلب. أوكي. لكن الحاجه اللي تخصني اللي بدعمها جدا ليهم هو الب مالتي فيت، لان هم محتاجين مع البروتينات اللي بتتاخد محتاجين يدعموا اعصابهم جدا. قلب مالتي فيت داعم رائع للاعصاب، عشان ملوش اي اثار جانبيه لاي فئه من الناس اطلاقا ايا كان. أوكي. بالعكس، مليان زنك، مليان في نسبه كبيره من الزنك، وده اللي بيدعم قلب مالتي فيت، لان في اولموست 24 ملي جرام. الزنك مهم لاي رجل بالنسبه للمناعه، بالنسبه لتدعيم الطاقه، وبالنسبه للخصوبه. بقول الرياضيين برضو فيتامين سي مهم قوي ليهم، لانه بيعمل مناعه وبيزود المناعه، وكمان بيدعم نسبه الحديد في الدم. فمهم جدا ليهم فيتامين سي. فيتامين بي كومبلكس زي ما انا قلت مهم قوي ليهم علشان الاعصاب بتاعتهم، بلس الزنك بيعمل على ارتخاء العضله بعد التمرين. فالبا مالتي فيت بيساعد على الاستشفاء. بالظبط يعني. بالظبط. البا مالتي فيت الجرعه المناسبه ليهم هو كبسوله، سوري، قرص واحد بعد الفطار لو هما بيفطروا فطار كويس، او بعد الغداء، او قبل التمرين. اكيد هو لو بيروح التمرين مثلا المغرب او حاجه. أوكي. اتغدى الظهر ممكن قبل التمرين كمان ياخده، هيديله باور احسن. طيب، على ذكر الناس اللي كنت بسالك او بقول لك ان في البعض من الناس ممكن يبقى مختلط عليه شويه الامر ما بين المكملات الغذائيه وبين الغذاء ذات نفسه، بالمناسبه اكيد انت بتتعرضي من خلال اسئله كتيره بتتسالك بتشوفي حاجات شائعه قوي وغلط جدا. تيجي نحذر الناس منها، نعرفهم ان ده شيء مش مظبوط، شائعه وغلط جدا. انا لما مثلا بشوف مثلا او مفهوم مغلوط، يعني فاهم قصدي، او حد مثلا عنده فكر معين والفكر ده غلط، هو فاهم ان ده قمه الصحه وده غلط، ده مدمر للصحه. قمه الصحه مثلا ان انا كل يوم اكل لحمه، كل يوم بروتينات لحمه، كبروتين يعني. ده غلط. قمه الطاقه في السكر، ده اكبر غلط. يعني انا عايزه طاقتي تعلى قوي قوي، فاكل احط 3 4 معالق سكر قبل ما انزل الشغل عشان السكر يتحول. طب مشروبات الطاقه بالمناسبه، مشروبات نظامها ايه؟ الاكثار منها وحش جدا. بصراحه الاكثار من مشروبات الطاقه مش صح ابدا. وكمان الكافيين، القهوه. يقول لك قهوه عشان اركز. طبعا. فمثلا حد بيشتغل بالعشر ساعات وات ايفر، فكل ساعه ياخد قهوه، انت بتاخد معدل كافيين بتاع 8 فناجير، ده كتير جدا. طب. اكساس كافيين يعني هارت ريت، يعني ضربات قلب عاليه، وبيحصل مشاكل صحيه. ففي ناس برضو بتفكر في ده، ان هشرب قهوه كتير عشان اركز، هاكل سكر كتير جدا، ده زياده نسبه السكر اصلا في الدم، ده بيعمل لي تعب وخمول لوحده. ده في ناس رابطه ما بين مش بس التركيز، مجرد الفوقان، المبدا نفسه بتاع ان انا ابقى مصحصح بفنجان القهوه الدبل اللي لازم اخده الاول. مفيش أول مشكله حاجة. بعد الفطار وانا جايه الشغل انا ممكن قبل ما ادخل الهواء اخد لي الفنجان بتاعي. مفيش مشكله، لكن هخلص اروح اخد فنجان تاني تالت رابع، اكسس كافيين مش حلو. بلس الاكسس او الزياده والافراط في المشروبات الغازيه مش حلو. نشرب بالمعقول، عشان المشروبات الغازيه ممكن تطرد الكالسيوم بره العضل. الا ما في مره اقعد معاكي فيها يا دينا وامشي لا بعد نهايه اللقاء، اقسم لك بالله ما فيش مره جلت. كل مره اقعد معاكي يصعب عليا حالي، لان انا تقريبا بتنطبق عليا كل المحاذير. طب بص يا كريم، لما اشوف حد بيستبدل الميه بمشروب غذائي على الصبح لتر، يبقى ده ايه يعني؟ الله، ده حاجه حلوه قوي بجد والله. العظيم عشان كده بقول لك انا مش عارف اودي وشي منك فين يا دينا الحقيقه، بس انا بشكرك على وجودك النهارده معانا، نورتينا واسعدتينا وافدتينا كالعاده. ربنا يخليك، تسلم يا كريم. ربنا يخليك يا دينا، ميرسي جدا لوجودك، وطبعا الشكر موصول لكل حضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقتنا النهارده. ان شاء الله نشوفكم على خير في يوم جديد وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. الى اللقاء.